السلام عليكم أعزائنا الطلبة ورحمة الله وبركاته، أتمنى أن تكونوا أنتم وأحوالكم بخير. راح نكمل سلسلة محاضراتنا اللي أخذناها سابقا. راح ناخذ اليوم موضوع هو الفلتر. راح نعرف شنو الفلتر وشون تعمل شلون يعمل الفلتر في دوائر الدايود. الفلتر هو يعني هو عملية ترشيح أو تنقية الموجة خارجة من الريكتيفاير من الربل اللي يكون بها هو اللي غير مرغوب. راح ناخذ يوجد عدة انواع من الفلتر. راح ناخذ احنا فقط اسهل نوع هو الكاباسيتر فلتر. راح نشوف كما في هذه الدائرة that the capacitor connected parallel with load. يعني الكاباسيتر فلتر راح تربط بالتوازي ويا الحين. راح نشوف شو راح تعمل هذه الدائرة. راح نشوف انه بالربع الاول عندما الفولتية تزداد الى راح نشوف انه في الربع الاول راح يكون عندنا شنو عندنا الدايود فورورد بايز، لذلك راح يسمح لنا راح يسمح بمرور التيار والكاباسيتر راح تشحن بقيمة تساوي من الفي بي اكس ناقص 0.7. 0.7 هي فولتية الدايود. عندما تبدأ الفولتية بالنقصان في الربع الثاني من الموجة شو راح يصير عندي؟ راح يصير عندي الدايود ريفرس بايز. هذا يحدث لأنه شنو راح يصير عندي؟ يصير عندي كاثود مور بوزيتيف ذان انود بهاي كما في هذا كما في شكل بي. بهاي الحالة شو راح يصير عندي؟ راح يصير عندي الكاباسيتر راح تبدي تفرغ الشحنة مالتها عن طريق الـ R load بريت يعتمد على التايم كونستانت اللي هو يساوي لنا الـ RL في قيمة الكاباسيتر. بالربع بالربع الأول من الموجة من السايكل الثانية راح تتكرر عندنا العملية من جديد. يعني ايش راح يصير عندنا؟ راح يصير عندنا هنا دايود فورورد بايز عندما شنو راح توصل لك الفولتية اعلى من فولتية اعلى من فولتية الكاباسيتر اعلى من فولتية الكاباسيتر كما يوضح في هذا الشكل. هسه الريبل فولتج راح نشوف احنا شنو هذا الشيء يعني لنا الربل فولتج. شفنا من هذا الشرح السابق او هاي الرسومات انه الكاباسيتر تشحن وتفرغ، فهاي الفاريشن بالكاباسيتر فولتج بين الشحن والتفريغ نسميها الربل فولتج. هاي انديزايرابل فاليو، ذاك ما تكون قليله كل ما يكون الفلتر افضل كما مبين في هذه الاشكال. هاي لارج ريبل هاي سمولر ريبل كما نلاحظ في هذا المجد. هذا اللي على اليسار او اي هي هاير ريبل ذان ان بي. هسه راح نختبر الفلتر بدائرة الفل ويف ريكتيفاير. مثل ما نعرف حالة الفل ويف ريكتيفاير الاوتبوت ويف فولتج فريكونسي هو twice the input frequency. هذا راح شو يسوي لنا العملية الفلترايزيشن حالة الفول ويف ايزيا. ليش؟ لأنه التايم بين بيك تو بيك هو أقل كما مبين في هذه الأشكال. لذلك راح تكون الموجة بحالة الفول ويف ريكتيفاير أقل smaller level than in half wave rectifier for the same capacitor and load resistance. هسه راح نعرف شنو هو الريبل فاكتور. الريبل فاكتور هو فد انديكيشن او مقياس للافكتفنس اوف ذا فلتر ماله. وش يساوي لنا قيمته؟ الفي ريبل او الريبل فاكتور هو يساوي لنا الفي ريبل بيك تو بيك على الفي دي سي. يعني ها هي الموجه الاوتبوت، هذا هو الفي ريبل بيك تو بيك وهذا هو الفي دي. لذلك اذا نريد نحسب الفي
ربل، لازم نعرف هذه القيمتين. زين، هاي القيمتين شلون راح نحسبها؟ اللي هي الفي بيك، الفي بيك للموجة الاوتبوت ايش قد راح تكون قيمتها، ولازم نعرف قيمة الفي دي سي. فهاي المعادلتين، هاي المعادلتين بالامكان استخدامها حتى نحسب الفي ريبل والفي دي سي. راح نشوف الفي ريبل بيك تو بيك راح يساوي ان واحد على التردد في مقاومة الحمل في المتسعة في الفي ريبل رياكت اللي هو، والفي دي سي هي واحد ناقص واحد على 2F في ار ال في السي في في بي كريم. اذا حتى نوجد قيمة الريبل فاكتور نحتاج الريبل بيك تو بيك والفي دي سي اللي راح نحسبها من هاي المعادلة. راح ناخذ مثال يوضح لنا شلون نحسب الفي ريبل بيك تو بيك. هنا المثال شو يقول؟ Determine the ripple factor for the letter of bridge rectifier with a load as indicated in figure. بهذا الشكل، هذا الشكل راح نشوف هو full wave rectifier حمل، عندنا الفلتر اللي هو الكاباسيتر مربوط ويا الحمل والمصدر، وتتنتهي دائرة الريكتيفاير عن طريق الترانسفورم اللي هي نسبة التحويل مالتها 0.1. فهسه احنا هنا حتى نحسب الريبل فاكتور شو نحتاج نحسب؟ نحتاج الفي ار بيك تو بيك والفي دي. الار بيك تو بيك حتى نحسبها لازم عندنا الفريكونسي، الفريكونسي موجود قيمته، الار ال موجوده والسي موجود، لازم نحسب الفي بيك رياكت اللي هي كما في هذا الشكل. شلون راح نحسبها؟ هنا انا مطينا قيمه البرايمري فولتج مال الترانسفورمر هي قيمتها شقد؟ قيمتها 120، لذلك نضربها ومطينا ار ام اس فاليو، لذلك نحولها الى بيك نضربها في 1.44 راح تطلع لنا قيمتها 170 فولت. هسه السكندري، البيك سكندري فولتج اللي هي مسلطه على البريدج سيركت ايش قد قيمتها؟ راح نضربها في نسبه التحويل راح تكون قيمتها 17 فولت. هسه حتى نحسب الفي بي ار ريكتيفاير اللي هي ان فلتر بيك فل ويف ريكتيفاير راح يساوي ان الفي بيك ناقص 1.4 كما اخذناه بالمحاضرات السابقه، ويساوي ان 15.6 فولت. التردد راح ناخذه هنا 120. ليش راح ناخذه 120؟ لانه قلنا احنا الاوتبوت فولتج ويف او فل ويف ريكتيفاير تكون دبل فريكونسي كما مبين بهذا الشكل. هسه راح نيجي نحسب الفي ربل بيك تو بيك اللي هي واحد على فريكونسي ار سي في البي بيك رياكت، وراح نخلي هاي القيم مالتها اللي هو التردد 120، الار ال 220، وعندنا الكاباسيتر 1000 مايكرو فاراد راح يطلع لنا 0.591 فولت. هسه نجي نحسب ذا الدي سي فاليو، الدي سي فاليو راح نحسبها من هذا القانون وراح تطلع لنا قيمتها 15.3 فولت. اذا الريبل فاكتور مالتنا هنا ايش قد راح تكون قيمته؟ هو الفي ريبل بيك تو بيك اللي هي 0.591 على الفي دي سي ويساوي لنا 0.0039 ويساوي لنا 3.9 بيرسنت. هذا هو نهاية الجزء الأول من محاضرتنا، وشكرا لكم، وأي سؤال عندكم تقدرون ترسلوه عن طريق الإيميل أو عن طريق الانتراكتيف جوجل كلاس.